كفعالية سنوية تهدف إلى تزويد المعلمين في الأردن والعالم العربي باستراتيجيات حديثة وإبداعية وأساليب تدريس مبتكرة، انطلقت فعاليات ملتقى مهارات المعلمين 2019 الذي تنظمه أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. عقول مرنة لعصر متغير، شعار انبثقت منه فعاليات الملتقى لتزويد المعلمين بخبرات تعليمية مهنية مهمة. من هذا الملتقى انه الخبراء والمعلمين والجامعات والمؤسسات التعليميه يلتقوا مع بعض ويصير في تشارك بالافكار. المؤتمر يحاول التركيز على جعل الطالب محور العمليه التعلميه حقيقه، ويركز على teaching for effective learning اللي هو التعليم لاجل تعلم فعال، وايضا يركز على قضايا differentiation اللي هي التمايز في التعليم، وهذا ما يتطلع اليه الوطن العربي بشكل عام. احنا كثير بهمنا انه نبتعد عن الاساليب التقليديه والتلقينيه في التعليم. ضروري انه المعلم يكون ميسر للعملية التعليمية، والطالب هو الذي يبحث ويحلل ويشارك في الصف. في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، انشغلت أروقة المركز بورش عمل متعددة يقودها خبراء تربويون متخصصون ومتحدثون رئيسيون من جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة، لتعزيز جودة التعليم من خلال أسلوب فريد يركز على المعلمين وحاجات الغرف الصفية. الزمن متسارع والوقت ما ينتظر، فإذا احنا ما قلنا نتعلم المستجدات الحديثة اللي في التعليم أو نقوم بتطويرها، إذا معنى ذلك نظلم الجيل اللي نقوم نحن بتعليمه وبتدريسه. ملتقى بتعكس الغرفة الصفية الحديثة اللي لازم تكون موجودة في إن شاء الله كل مدارسنا وكل صفوفنا، اللي هي فيها الأنشطة التفاعلية اللي المعلم بيكون فيها هو مايسترو، يعني بحرك النشاطات، مش كتير هو عم بحكي عم باخذ الدور اللي هو الطالب احنا بنتمنى انه ياخده في اغلب الاوقات. وهي اول تجربة لي، طبعا الملتقى فيه العديد من الاشياء المعرفية والمهارية والوجدانية اللي نكتسبها من مجموعة من الورشات التدريبية، طبعا اللي يقدمها مجموعة من الخبراء. تظاهرة تربوية واكاديمية على مستوى المنطقة والعالم يمثلها ملتقى مهارات المعلمين 2019 من خلال أكثر من 130 ورشة عمل تعقد على مدار يومين متتاليين، تستند إلى خبرات وموارد أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، بالإضافة إلى خبرة منظمة البكالوريا الدولية في التعليم، وذلك للتصدي للتحديات التعليمية في المنطقة ابتداء من الغرف الصفية. تزويد المعلمين في العالم العربي بأحدث الاستراتيجيات وأساليب التعليم المبتكرة هو الهدف من تصميم هذا الملتقى، فمنذ انطلاقته في عام 2014 حاز الملتقى على الاعتراف الإقليمي والدولي، وذلك لتميزه في تعزيز جودة التعليم. من مكان انعقاد الملتقى في البحر الميت، غيث الرقاد، التلفزيون الأردني.